هذا الحبيب عزيزي، أولا سأذكر ما هو سلبي في هذه القراءة. وخا هذا الحبيب، أولا ربما هناك طرف آخر، سبب المعاناة هو أن هناك طرف آخر، كذلك هناك مسافة جسدية، ربما البعض منكم قصيرة لكن البعض الآخر هناك مسافة طويلة. وخا هذا الحبيب قال لك كلام جارح أو تصرف بطريقة غير ناضجة، وأنت يعني هذا التصرف وهذا الكلام أثار غضبك، أخا أثار غضبك. طبعا أنت حزين لكن أنت تعرف ذلك، سنتكلم عن الحبيب ماذا فعل وماذا سيفعل. أخا أنت بسبب عدم نضج هذا الحبيب أنت هربت، أخا، أو هو ارتكب خطأ فرحل. نعم، هذا الحبيب أصر، يعني هو قال لك كلام جارح، قال لك كلام يعني أثار غضبك، وكلام يعني جارح، يعني كلام، لكن هذا يعني الشخص الذي لا تهمه، نعم، يتصرف يعني يتجاهلك. نعم، الإنسان عندما يعني لا يحبك لا تهم يتجاهلك، يعني لا يقول لك لا كلمة ولا كلمتين، يعني لا يضيع طاقته فيك أنت. وخا لكن هذا الحبيب رغم تصرفه الغير الناضج والمجنون، يعني تصرف بحال الحمق، وخا هو هناك عواطف ومشاعر جميلة، هو حبيب الروح، توأم الروح، تتكرر يعني لا إله. شوفوا، انتهينا بالعشاق وبدأنا بالعشاق والحب والعطاء، وربما هناك حتى أطفال، وخا وهنا تدخل ربما طاقات سلبية، وخا في هذه العلاقة هناك طاقة حسد. واخا إذا تكلمنا عن يعني أسباب هذا، يعني هنا مشاكل وغضب إلى آخره، واخا هذا ما حصل بينكم وهذا سبب الدموع، وهناك مسافة، هذا الحبيب ذهب أو أنت هربت من تصرفه. واخا لكن هذا الحبيب عزيزي أو عزيزتي ينتظر، يعني هو مرحب، طاقته مرحب، واخا هو يريد العطاء، واخا يريد العطاء، يريد أن يفرح معك، واخا يريد بداية معك، هذه يعني كارت يعني لونيون، يعني يجتمع الحبيب والحبيبة هذه، وشوفوا يجتمع الحبيب والحبيبة وما فوقها هو الحبيب والحبيبة العشاق. واخا البعض منكم ربما كنتم متزوجين، والبعض الآخر ستنتهي نهايتكما بالزواج، من كان متزوجا سيعود ومن لم يكن متزوجا أنه، لكن بلاتي أنا فقط أتكلم بطريقة عامة لأني ما أشوف ما أراه ما أشوفه. لا باردون، آسفة، ما أراه في يا الله ما أراه في الكارت. المهم، آسفة، هذا الحبيب عزيزي مرحب ينتظرك، نعم، هو حب متبادل بدون شك، واخا هو هذا، لكن هذا الحبيب في يدك أنت، هو أؤمر وهو سيلبي، أؤمر وهو سيطيع، واخا هو ينتظر منك غير إشارة واحدة باش يرمي راسه في النار، يعني إذا أمرته أو إذا طلبت منه أن يرمي نفسه في النار فسيفعل، يعني أنت أقوى. لماذا؟ لأن أنت طاقتك كانت دائما جميلة، نعم، العطاء، الكرم، الحب النقي والصافي، لكن الحبيب غير ناضج وتصرف تصرف صبياني، لكنه توأم الروح وسيعود. وخا وخا تفكيره هو أنت، أنت وأنت، ليل نهار، وخا هو لا يتكلم لأنه يخاف، يعني يخاف من، يعني هو يعرف أنه فعل شيء يعني ماشي، يعني لن تسامحه بسهولة،
لذلك لا يتكلم. كذلك أرى طاقات سلبية، حذاري، طاقات سلبية. وهذا الحبيب يشتاق إليك بزاف، أنا كذلك أرى معاناة، واخا هنا معاناة. وهذا الحبيب يشتاق إليك، أصر، يشتاق بزاف بزاف. لماذا؟ لأنه بعيد عنك. مهما كانت المسافة طويلة أو قصيرة، المسافة الجسدية، فهو يشتاق إليك كثيرا بزاف. واخا أنت تريد طبعا بداية جديدة مع هذا الحبيب، واخا تريده أن يتكلم. أنت لم تفقد الأمل، أنت تعرف ولم تستسلم، أنت تعرف أنه حبيبك، واخا ولم تفقد الأمل لأنك تعرف أنه حبيب الروح وتوأم الروح. واخا والله سيجمعكم قريبا كما أقول. لمن كان متزوج هذا الحبيب سيعود، سيعود لأنه يحبك، سهل يحبك. ومن لستم متزوجين هذه الحكاية ستنتهي بالزواج، يعني واضح، شوفوا واضح، واخا ستنتهي بالزواج. لكن هذا الحبيب يحتاج لأن يرى إشارة منك. هو قلت أنه يخاف، طبعا يخاف بزاف، وكذلك ندمان على ما فعله. لكن هذا الحبيب حبيبتي لا يعرف العيش من دونك، لأنه يحبك والله سيجمعكما. هذه كارت روحانية تقول أن الله سيجمعكما قريبا، هناك زواج. أخا هذا الحبيب سيتحرك، هذا ما قالته العربة، سيتحرك، سيذهب لحبيبه. أخا لأنك أنت حكاية، يعني القصة ديالكم مكتوبة في ال يعني يعني لابد أن تعيشوا معا. أخا لابد، لابد، يعني هذه قراءة واضحة سهلة. يعني رغم المشاكل ورغم الطاقة السلبية، أنا أرى هنا الكثير من الفرح مع هذا الحبيب. واخا غادي نشوف ماذا ستقول لنا هذه هذا الكارت الرمزي. تصر أن هناك أطفال، هناك أطفال، أنت لا تفقد الأمل، أنت لا تفقد الأمل، وأنت تنتظر هذا الحبيب. أنت لن تتحرك، أنت لن تتحرك، فقط تتحرك روحيا وتطلب من الله، لكن لن تتحرك لأنك أنت غاضب من هذا الحبيب وتريده أن يتحرك هو، وهذا ما سيفعله. هذا ما سيفعله هذا الحبيب، يعني سينضج، هذا ما تقوله كارت الأمبراطور، هو سينضج. لكن فيما يخص حبك هو يتصرف كالمجنون. لماذا؟ لأنه يحبك. واخا كما قلت، إذا طلبت منه ولا لا تحتاج لأن تطلب منه أن يرمي نفسه في النار، فهو شوفه يقفز يعني الجبال، يعني المخاطر، وسيضحي بلاتي. كتشوفوها ولا لا؟ نو، يلا يا كارت أرجوك، ما كتبانش. المهم لن أضيع الوقت، أنتم فقط استمعوا لكلامي فأنا أشرح لكم الكارت. هذا الإنسان سيضحي، سيتصرف كالمجنون. شوفوا هناك، يعني هناك مسافة، شوفوا الكارت، سبحان الله، يعني هناك انسجام وتكامل مع الأرقام. هناك مشكلة لكن أنتم حبكما قوي بزاف، وهذا المشكلة هو شيء بسيط فقط، واخا شيء يعني ليست له أهمية كبيرة، يعني لا داعي لهذا الغضب. سامحيه، سامحيه، فأنت تحبينه وهو كذلك يحبك. واخا وهناك طاقة، طبعا طاقة سلبية بينكما، لكن الحب سيتجاوز كل هذه المشاكل، وأنتم يعني غادي تكونوا يعني في تواصل، سيعود هذا التواصل، سيعود هذا، الحياة ستجمعكما من جديد. واخا وهو سيدافع، نعم سيدافع، سيدافع، و سيدافع، سيخطط. هو ندمان ويعرف أنه يعني أخطأ في حقك، سيتحرك. تقول هذه يعني يعني ما قلته سابقا ستتكرر. صافي، هو ندمان بزاف لأنه يحبك، وهو يحس بأن الحياة من دونك
الحياة من دونك جحيم، فالجحيم شوفوا هذا الرجل يعني في جحيم، كل شيء أسود، وكما هناك يعني كل شيء أسود وقبيح بزاف، وهناك مهم أشباح ومع أشياء قبيحة بزاف. هذا الحبيب بعيد عنك، هو يعاني كثيرا، إضافة إلى أنه يحس بالندم ويحس بأنه فقد حبيبه. واخا أنت كذلك تحس بنفس الشيء، لكن النهاية يعني نهاية جميلة. هذا شوفوا ما قلت لكم، يعني إذا طلبت منه أن يرمي نفسه في النار هذا مستعد، واخا يرمي نفسه في النار من أجلك، واخا لماذا؟ لكي يعود للحياة، لأنه بدونك هو ميت. واخا كانت قراءة جميلة، كانت قراءة جميلة بزاف. لنرى ما هي نصيحة الرسالة السماوية التي أخذت واحدة من هنا. الأمل، لا تفقد الأمل، طبعا أنت لا تفقد الأمل، لا تفقد الأمل، والتوازن والعطف والإحسان. واخا الأمل، لا تفقد العطف والإحسان، ربما أنت يعني تجاه هذا الحبيب لأنه نادم على ما فعل. الأمل، لا تفقد الأمل، لماذا؟ لأن هكذا سترجع التوازن، توازن للحياة. هي في الحقيقة كانت قراءة جميلة، يعني لم هناك نعم بعض الطاقات السلبية، بعض الشكامة وطاقات سلبية، وربما حتى طرف آخر تدخل، لكن الحب أقوى من هذه الطاقات ومن هذا الطرف الذي تدخل، وخاص يتغلب الحب على كل شيء. شوفوا العزلة، يعني أنت ابتعد أو هو ابتعد، وهذا جيد لأنه يعني هكذا يحدث النضج. واخا وهذا تقول أن تتعلموا أن تتعرفوا على بعضكم. واخا يعني هذا الإنسان غير ناضج، وربما هو يعني لا يعرفك جيدا ولم يقدرك. واخا لكن الآن يعني الأشياء تغيرت. واخا وهذه تقول قريبا قريبا سيأتي، قريبا سيأتي، سيأتي قريبا، يعني ما تتمنى سيأتي قريبا، لكن عليك أن تكون يعني صارما وواثقا من نفسك، وتعرف ماذا تريد. أنت تريد هذا الحبيب أن يعود، بس يعني نتكلم عن قانون الجاذبية. وخا يعني أنت تريد أن يعود، تريد أن يطلب منك السماح، فسيفعل ذلك، فقط يعني أن تكن في مكانك. واخا كن في مكانك، لا تفقد الأمل، والأشياء ستحدث وفق ما يعني ما خططه القدر. واخا لا هروب ولا مفر من هذه القصة، لأنه حبيب الروح وتوأم الروح. واخا رغم المشاكل التي حدثت، كانت قراءة يعني سلسة سهلة جميلة، عجبتني بزاف، كان كل شيء واضح، والكرت كما أنها تتكلم لوحدها. واخا عجبتني بزاف، وشكرا على هذه الطاقة التي وصلتني من عزيز برج العقرب. يعني أنت ما كنت تنتظره منذ زمن طويل سيحدث قريبا، هذا الكارت الأخيرة، وخا سيحدث قريبا. وخا كنت منا لكم الخير، وشكرا على هذه الطاقة التي ترسلون لي، شكرا بزاف. لا تنسوا أني دائما كندعي معاكم، كل تعليق عفوا كل تعليق أقرأه وأرى أنك تعاني أو أنك تعانين، يعني أغلبيتكن نساء، كنقرأ وكنشوف أنك تعانين، أنا أدعي مع لا داعي، يعني لا تطلبوا مني يعني أن يعني ندعي معكم، أنا أفعل ذلك يعني من تلقاء نفسي. واخا دائما أفعله، أفعل ذلك دائما، واخا غير كنقرأ شي تعليق هكا يعني حزين محزن، كنشوف يعني انا دغيا كنحس بالحزن ديالك، انا كندعي معاك يا الله، وكنتمنى توصل لك يعني هاد الايجابيه ديالي وهاد حبي. يعني انا الايجابيه شيء جميل، لكن
أنا أرسل لكم حبي، ليس فقط طاقتي الإيجابية وتعاطفي ويعني كل أجمل ما في روحي أرسله لكم، يا رب إن شاء الله يوصلكم. أتمنى لكم الخير، كان بغيكم بزاف، شكرا وبسلامة.